لو عايز أفضل أداء على الطريق لازم ما تضحيش. زيت ريبسول 2050 الجديد بأفضل جودة ب60 جنيه بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة، أيه الأخبار، عاملين إيه؟ في ناس كتير جدا بتسألني الراجل نفس الموتوسيكل اللي أنا سايقه واللون بيزمر لي. في ناس كتير جدا بتسألنا ان او بتكلمني ان هو راح يشتري موتوسيكل مستعمل صيني وبيقول لي تعالى معايا افحصه وكده. فانا النهارده هعمل لكم فيديو، هنعمل فيديو ازاي تفحص موتوسيكل صيني. طبعا احنا سبق عملنا على الياباني، بس فعلا الصيني فيه حاجات مختلفه لان الفيو ساعتها بيبقى مختلف. انت عايز موتوسيكل يكون ما فيهوش مصاريف كتيره، عشان انت غالبا يعني شاري حاجه يعتبر بفلوس قليله، مفيش رينج كبير انك تصرف عليها يعني. كمان ممكن تكون للشغل، فانت من الاخر مش عايز تصرف كتير، فانت عايز تعرف مصاريفه كتير، عايز تعرف مصاريفه قد ايه. فسريعا سريعا هنقول لكم الفيديو ده بيفحص ازاي الموتوسيكل الصيني، ولكن هيبقى فيه جدول زمني ان شاء الله يظهر لكم على الشاشه دلوقتي لنقط مهمه. احنا هنتكلم الخطوة الأولى في انك تكلم الراجل والنظرة الأولى عن الموتوسيكل يعرفك ايه، تاني حاجة الفحص لنفسك، تالت حاجة ازاي تعرف الموتوسيكل ده نصبين عليك في ايه. يعني في حاجات جدا كتير جدا بينصبوا عليك فيها الناس، من ان هو يكون مثلا ضارب العداد، يعني ماشي كيلومترات مش حقيقية، اقل، يكون عامل عمرة وانت ما تعرفش، حاجات زي كده. فيها تلات اقسام، تمام؟ فواحدة واحدة هنقول لكم الأمور كلها. خلينا نقف عند ريبسلون ونقول لكم كل الأخبار. طيب يا جماعة بشكل سريع، احنا دلوقتي قدامنا موتوسيكل V200 هوجن. الكلام ده ينطبق على أي فكرة أو على أي موتوسيكل صيني تفحصه، تمام؟ خلينا ندخل على القسم الأول، الانطباع الأول من إنك تكلمه وانك تشوفه. لما تكلم الراجل اول حاجه لازم تكلمه وتقول له الموتوسيكل ده موديل كام، ماشي كام، في اي مشكله، صوته، نبره صوته اللي بالنسبه لك تكون كويسه مش متردده ومش بتكذب، دي حاجه كويسه. كون ان انت كمان تشوفه تحس ان هو شخص كويس، دي حاجه كويسه. فعلا اشتري اللي راكب البايك قبل البايك. اللي راكب البايك لو كويس هيعتني بيه كويس وهيقول لك بامانه، وده هيساعدك كتير جدا في الفحص. طيب خلينا ندخل على النقطه الثانيه، الفيرست لوك على الموتوسيكل. اول ما تدخل على الموتوسيكل لو حسيت ان هو فيك حاجات كتير جدا متغيره ومتعدله بشكل مش منطقي، دي حاجه مش كويسه. يعني لما تلاقي الدراعات الفرامل من السايد ده متغيره، وممكن تكون حاجات تحت متغيره، ده انطباع اولاني ان هو وقع. لما تلاقي حاجات زي الجاكمان الاساسي ده الاصلي، لما تلاقيه تتغير باكزوست بصوت، اعرف ان غالبا يعني الاكزوست ده اصلا كده كده بيأثر على الموتور، غير ان الناس دايما بتعنعن كده لما في صوت عشان يحمسهم، فبرضه دي علامات سيئه. فتبص نظره عامه سريعه عن الحاجات اللي متغيره اللي هتوريك انديكيتور حاجتين، اولا الحاجات اللي وقعت واتخبطت وتسال عنها اتخبطت ليه او وقعت ليه. اغلب الناس يعني اللي بيحبوا الكلام المعسول، لو لقيت حاجتين مكسورين هنا وباين عليه وقع هيقول لك اتكسر في الجراج. سيبك من كلام الناس، في الاخر شوف الحاجات السليمة واللي مش سليمة وقيم على اساسها. ولكن الحاجة التانية ان هي الجاكمان والحاجات اللي بتؤثر في الموتور هي متغيرة، يحط لك بقى فلتر مش فلتر هوا مش فلتره. الباكج ده انا بصراحة شايف ان من اكتر الحاجات، لو جاكمان تعديل ما تشتريش الموتوسيكل ده، خصوصا لو موتوسيكل يعني بقاله مثلا 3 4 سنين وماشي كتير، لان ده بيأثر جدا على الموتوسيكل وبيخلي الراجل كمان يعنعن ويستخدمه استخدام مش كويس. فدي اول حاجه الفيرست لوك على الراجل وعلى الموتوسيكل. طيب ازاي تفحص الموتوسيكل زي ده؟ خليني اقول لك في الاول، الفحص اللي انا هوريه لك سريعا لا يغني عنك توديه الميكانيكي، مش عشان هو الفحص ده ناقص، عشان الافضل انك تبص عين واثنين وثلاثه. لازم تفحص الموتوسيكل ده الصبح ويكون معاك يا ريت صحابك اللي فاهمين او تروح لميكانيكي. طيب خليني اقول لك كده ازاي تبتدي من قدام لورا الموتوسيكل ده. بتبتدي تشوف الخارجيات بتاعته قبل الموتور، علشان لما تطلع تجربه ما تقعش انت اصلا يعني، تمام؟ فمبدئيا كده لازم تبص على الطنابير. الطنابير دي بتحرك ايدك عليها هنا وبتشوف لو الطنابير دي مريجه او فيها حاجه زي شفه هنا، دي معناها ان الطنابير قربت تخلص. تقدر تشوف التيل كمان من تخنه من هنا، فتشوف الطنابير لو عايزها تغير حط اصبعك عليها هنا، لو كانت ناعمه هي كده تمام. المساعدين بتشوف لو مساعد زي ده متغطي لازم تشيل الكفر ده، بس في مساعدين مش متغطين، شوف لو راشح زيت تعرف ان المساعد ده فيه مشكله. تبص على الجنط
تقعد كده تشوف الناحيتين وتشوف شفة الجانت داير ما يدور، هل في اي شفة معوجة نتيجة مطب ولا ما فيش. دي نقطة. كمان تيجي بقى هنا للجدون، دي حاجة بتعرفك بقى حاجة مهمة هقولها لكم في الاخر. تشوف الرابر بتاع الحتة زي دي. ساعات في موتوسيكلات بقى، خليني اقولها لكم في قسم النصب اللي هو اخر قسم هنتكلم عليه فانقلها، يبقى الحاجات دي والكاوتش مهمة جدا في الكلام اللي هنقوله في الاخر. المهم هتبص على العدلات وتشوف ان كل حاجة شغالة، الزراير وكل الحاجات دي تمام شغالة. نرجع تاني هتشوف البادي، التانك ما فيهوش اي نقرة، ما فيهوش اي تغير في اللون يكون هو اتنقر ومتطبق وهو مصلحه، عبارة عن ان هو ما ردش التانك، حط معجون وليس، دي حاجة مش كويسة. طيب نبص تاني على ايه، انت كده كده الطنابير هتشوفها قدام وورا، والجنط هتشوفه قدام وورا. بعد كده هتشوف المساعدين الخلفيين كلهم تمام مفيش اي مشكلة. تبتدي تبص على الحاجات اللي على الجنب زي الاماكن بتاعت الرجلين طالعة ونازلة عادي كده تمام. في حاجة برضو ان في حاجات بتبقى الحتة اللي هنا دي كاوتش تبص عليها برضو، فلو كده كده بتطلع وبتدخل عادي يبقى ده حاجات كويسة كلها سليمة مفيش اي لحامات، دي حاجة كويسة. طيب هنبص بقى على الموتوسيكل من شكل خلفي، هتبص على الانوار كلها سليمة، وتبص على الديلة كلها سليمة، وكل حاجة تبص عليها زي الكرسي كمان، الكرسي مفهوش اي قطع، الكرسي مش متغير وانا معمول له تنجيد، كل دي حاجات كويسة. تراجع على الشاسيه، دايما الشاسيه هتلاقي باين من هنا المقص بتاعه، هتلاقي باين من هنا المساعدين بتوعه، هتلاقي دايما تفتح الكرسي، تقدر تفتح الكرسي زي كده اهو، تقدر تفتح الكرسي زي كده وتراجع على الشاسيه. دايما الشاسيه بتلاقي ماشي موجود هنا، مفهوش اي الحامات ولا في اي مشاكل، يبقى احنا كده بنتكلم على الخوارج والشاسيه كويسين. دايما تراجع على الشاسيه من هنا، ودايما تراجع على الشاسيه من ناحية الزور. شايفين الزور الحتة الجزء اللي هنا، شايفين مطول ازاي من هنا، كل ده شاسيه كله مظبوط، في اي مشاكل، في اي مسامير باين عليها ملعوب فيها لوحدها، يعني تلات مسامير دول لوحدين اللي مبرومين شوية تبص عليها تمام كده. يبقى انت شيكت بشكل سريع عن البادي الخارجي والشاسيه. نيجي بقى الحاجة المهمة جدا وهي الموتور. الموتور هتنزل عند الموتور، دايما تحاول تشوف المسامير بتاعت الموتور باين عليها منحولة كأنها اتحلت قبل كده ولا ما اتحلتش، عشان تعرف الموتور ده تقريبا حد لمسه قبل كده ولا ما لمسهوش. تاني حاجة هتبتدي ان انت تشغل الموتوسيكل وتزود بنزين وتشوف الجاكمان لو طالع دخان رصاصي ولا لا. دخان رصاصي معناه ان ده عايز عمره، هنتكلم عليها بعد شوية. الموتوسيكل كويس مفيش اي مشكلة خلاص ده كده تمام. طيب امتى تكون العمرة دي حاجة سلبية قوي تخليك ما تشتريهوش، او حاجة نص نص؟ طيب خلينا نتفق ان انت تحاول تشتري موتوسيكل صيني مش عامل عمرة، وينج 10000 كيلو متر او لينج 5000 كيلو متر، دي حاجة كويسة جدا في المستعمل، لان انت غالبا بتشتري كسر زيرو، بتبقى حاجة حلوة للناس اللي عايزة تشتغل. طيب نفترض ان هو ماشي يعني مثلا 5000 كيلو 10000 كيلو وبيطلع الجاكمان دخان، هنا بقى تعرف ان ده عيب كبير جدا. ده معناه ان الموتوسيكل ده هينزل 1000 2000 3 من قيمة السوق، عشان حاجتين، عشان الراجل ده ما كانش بيهتم بيه اهتمام كويس، كان بيحط زيت مش كويس، فانت معلش هتنقصه عن النظيف. تاني حاجة ان انت هتحتاج تعمره، شوف تمن عمرة كام، لو هي مثلا 1000 اخصم 1500، لان انت هتتعب في الموضوع ده، يا اما هو بقى ايه يروح يعملها. فبشكل عام العمرة لو كانت في المايلج القليل او الكيلومتر القليل انا منصحش انك تمسك الموتوسيكل ده ولا تاخده. طب لو كانت في الكبير يعني في الكيلومتر الكبير الموتوسيكل ماشي 30000 40000، لو عامل عمرة دي حاجة طبيعية، وهتلاقي دايما اللي في عمره في عمر الموتوسيكل ده كلهم عاملين عمرة. اسأل عامل عمرة عند مين والجودة ايه، واطلع جرب الموتوسيكل وزود وشوف لو في دخان. مفيش دخان ابتدي انت شوف العمرة دي معمولة كويس ولا لا بالاداء بتاعه، لو كويس خلاص يعني كده ما بتنزلش من السعر قوي ولا بتغير قرار شرائك قوي. لو كانت العمرة بقى هي على 30 40 الف كيلومتر ولسه عايز تعمل له عمرة، برضه هتنزل في السعر قد سعر العمرة وزيادة شوية عشان تعبك، يعني برضه لو العمرة ب 1000 هتزود 1500. مهم انك انت تطمن الموتور ده كويس، لان الموتور ده هو اللي عليه استثماراتك في الموتوسيكل، وهي اكتر حاجة بتبوظ وانت اللي معتمد عليه
علشان الموتوسيكل ده ما يقفش فرزقك يقف لو بتشتغل او ما يقفش وما تعرفش تروح مشاويرك يعني. دايما بقيت الحاجات السلكيه اقل. طيب حاجه مهمه كمان انك تشيك على الاطارات الاماميه والخلفيه حالتهم عاملين ايه. لو حالتهم سيئه لازم يكون ده مراعاة في السعر او انت تنزله من السعر. طيب ده بشكل عام الكلام على الموتور والبادي والشاسيه بشكل عام. ايه الحاجات اللي دايما الناس بينصبوا على الناس فيها؟ اغلب الحاجات دي بتبقى عن طريق الكيلومتر بتاع العداد. في ناس كتير جدا بيشتغلوا الموتوسيكل ده دليفري بيحرقوا في اليوم كتير, بيفصلوا العداد على اساس ان الموتوسيكل يكون ماشي 5000 هو اصلا ماشي 20 ويبيعوه بيكسبوا فيه. طبعا حرام عليهم اللي بيعملوه ده جدا. ولكن ازاي تكشف هذه الاشياء؟ في حاجات في الموتوسيكل ليها عمر افتراضي وبتبان عليها. طيب ايه هي مثلا؟ يعني اول حاجه الاطارات اللي قدام. الاطارات دي اعرف الماركه بتاعه البلد بتاعه الموتوسيكل ده اللي بينزل بيها فابريكا وتقدر تقيم عن طريقها. يعني ايه؟ يعني الموتوسيكل ماشي 5000 هتلاقي الاطارات بتاعته نفس ماركه الموتوسيكل او نفس الماركه اللي بتنزل فابريكا معاه وحالتها كويسه. ماشي 10000 15000 هتلاقيها في اخر عمرها نفس ماركه الموتوسيكل وفي اخر عمرها. طيب ماشي فوق ال 20 اكيد هيكون غير الكاوتش او حالته منتهيه. فانت تقدر تعرف طالما كاوتش الفابريكا لسه موجود الموتوسيكل ده حالته ايه. طيب لقيت مثلا كاوتش واحد بس متغير وكاوتش التاني لا, تقدر تشوف على الكاوتش التاني يمكن ده اتقطع منه. اهم حاجه تشوف كاوتش الفابريكا اللي بينزل ماركته ايه واشتغل عليه. طبعا هتلاقي في تاريخ انتاج هنا تعرف ان تاريخ انتاج الكاوتش ده متطابق مع الموديل. يعني ده هتلاقي موديل مثلا 21 سنه 2021 هتلاقي كاوتش انتاج 21 او 20. تمام يعني اعرف بس ان الكاوتش ده بتاعها عشان ما يكونش جايب كاوتش نفس الماركه بس ان الموتوسيكل ده موديل 2021 وتلاقي مثلا بايعه بعد سنه او سنتين جايبه موديل السنه بتاعت 22. يا رب بس تكون فهمتكم وما تلخبطوش. يكون جايب يعني كاوتش جديد وبيتقيم على اساسه؟ لا, انت لازم يكون بس الكاوتش تاريخ انتاجه مطابق لموديل الموتوسيكل. طيب نفترض ان هو مغير الكاوتش الامامي والخلفي, اعرف ان هو ماشي فوق ال 20000. فلو كان العداد مش على كده يعني ما تكملش. طب ده ازاي تعرف بالكاوتش؟ ازاي تعرف بحاجات تانية؟ تعرف بيه الهاند بار ده, شايفين البزابيز اللي موجوده هنا دي؟ هتلاقيها ممسوحه وهتلاقيها متضرره هنا وهنا على المسافات العاليه. يعني مثلا 20000 او 25000 هتلاقيها ممسوحه, ما يبقاش 10000 ودي ممسوحه, مش ميك سنس برضو. وتقدر تشوف من الاماكن ان هنا بيبقى فيه مكان رجل ساعات بيبقى فيها كاوتش, تقدر تشوف هي ممسوحه قد ايه وتقدر تعرف منها. يعني خصوصا تبص على الاثنين ان ساعات ممكن واحد يغير واحده اذا اتكسرت فتبان كويسه. بص على الحاجات دي عشان تقدر تعرف هو الموتوسيكل الحاجات دي يعني ممسوحه بشكل عقلاني مع الممشى ولا مش صح. تقدر تعرف كمان ان هو كسر زيرو ولا لا بالتيال. غالبا التيال دي هتقعد 5000 كيلو, فلو يعني بيقول لك ان هو ماشي 5000 او هو ماشي 4000 والتيال متغيره او التيال خلصانه او التيال في اخر عمرها, اعرف ان الموضوع مش ميك سنس قوي وان ايه في لعب في الموضوع ده. تمام. طبعا هنا في حاجة اللي هي بتاعت الاضاءة الحاجات دي الالوان دي, تشوف الكتل دي برضو متجرحة لونها رايح, شايفين العلامات اللي هي البيضة دي لو مش موجودة اعرف برضو ان الموتوسيكل بقاله ايه زمن معاك. دي حاجات ازاي تعرف ما يتصبش عليك في المايلج قد ايه. دي نقطة مهمة جدا, اتمنى يكون الفيديو ده فاتكو ويعني اداكو فكرة ازاي تفحصوا الموتوسيكل. عندكم اي سؤال حطوه لنا تحت في الكومنتات وان شاء الله نفيدكم فيه. شكرا لتابعتكم الفيديو ده, ما تنسوش تدعمونا تحت. سلام عليكم.